عالم الميتافيرس الافتراضي أصبح متواجد بصورة أو بأخرى، شايفينه بيتطور يوم بعد يوم. من فترة شهدت فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس إطلاق أول قرية افتراضية في عالم الميتافيرس. القرية دي بس أنت يمكن هدفها الرئيسي هو تعزيز التعاون الدولي ما بين قادة العالم. إزاي ده هيحصل؟ هو ده اللي احنا هنتعرف عليه من خلال هذا التقرير. من فترة شهدت فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس إطلاق أول قرية افتراضية في عالم الميتافيرس، هدف تأسيسها تعزيز التعاون الدولي بين قادة العالم. تم الإعلان عن القرية دي تحت اسم Global Collaboration Village، بمعنى قرية التعاون العالمية، ودي أول منصة في العالم بيتم إطلاقها بهدف عالمي مشترك جوه عالم الميتافيرس الافتراضي. موقع منتدى الاقتصاد العالمي قال إن المنصة تم إطلاق النسخة التجريبية منها بشكل رسمي ضمن فعاليات المنتدى السنة دي في مدينة دافوس السويسرية، وده بالاشتراك مع شركات أسنشر ومايكروسوفت. هيكون وظيفة القرية الافتراضية دي التواصل بين دول العالم، خصوصاً بعد ما أسهمت تقنيات متطورة زي الإنترنت وخاصية اجتماعات الفيديو بالتقريب بين الملايين من البشر، ودلوقتي جه دور الميتافيرس للاعتماد عليه في المهمة دي. الاعتماد على تكنولوجيا الميتافيرس من المشاركين في منتدى الاقتصاد العالمي جه في الوقت اللي مشاريع الواقع الافتراضي بتشهد إقبال كبير في مختلف المؤسسات التكنولوجية في العالم، مع وجود توقعات بوصول قيمة أسواق تكنولوجيا الميتافيرس ل 800 مليار دولار في نهاية 2024. وتم إنشاء القرية الافتراضية بالطابع العالمي علشان تعزز التعاون المستدام بين القطاع العام والخاص وتحفز كمان العمل على إحداث التأثير على نطاق واسع. يعني التكنولوجيا كل يوم عن التاني بيبقى فيها نوع من أنواع سرعة الوتيرة الخاصة بالأحداث. على أي حال احنا في انتظار يعني مزيد من التفاصيل عن القرية دي تحديدا، وإزاي هيحدث فيها نوع من أنواع يعني تعزيز التواصل ما بين قادة العالم.